مشاهدينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الاكاديميه العراقيه الدكتور اياد الصقر. اهلا بكم دكتور اياد. بدايه، كيف ترى اوضاع التعليم في البلاد الان؟ اهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك ولقناه الرافدين المجاهده. حياك الله. اخي الفاضل، ما يخص اوضاع التعليم في العراق، الان العراق يشهد تعثر كبير في مجال النهوض واقع التعليم. السبب هو عدم اهتمام الجهات المختصه وخصوصا وزاره التربيه والتعليم. احنا نعرف ان هذه وزاره التربيه هي اللي يقع عليها العبء الاكبر في عمليه النهوض بالتعليم وتطويره. فتسرب عدد كبير من الاطفال في عمر الدراسه وانخرطوا في مجال العمل، والمشكله الكبرى بل الطامه الكبرى هو تفشي الفساد الاداري والمالي وانخفاض المستوى العلمي وغياب المعايير الموضوعيه لعمليه التعليم. كل هذا ادى الى انحدار مستوى التعليم وتدمير العمليه التعليميه بالكامل بسبب جهل سياسي العراق. نعم، نقولها بصراحه امام المد، جهل سياسي العراق وغياب حضور البرلمان، هذا البرلمان المهزله، برلمان العراق عن اي فقرات او بنود تتناول العمليه التعليميه وسبل تطويرها. نعم. لان التعليم بالعراق لا يهمهم، لا يهمها ولا جهله، المهم لديهم هو او في هذه الحقبه هو الاستفاده، وما هي افضل وسائل للسرقه والاحتيال على المال. طيب دكتور، كيف اثرت ازمه النزوح على حاله التعليم في العراق، لا سيما في المناطق التي تعرضت لعمليات عسكريه؟ اخي العزيز، يعني القامه الكبرى ان هنالك مدارس بدون رحلات، وهنالك تلاميذ بدون كتب. والشعوب المتقدمه تهتم بمجال التعليم، اما في العراق نحن لا يهمنا هذه القضيه، كلنا نعرف ان المواطنون يعني متساوين بالحقوق والواجبات، ويجب توفير الرعايه الكامله لهؤلاء المواطنين، اما النازحين ليس لهم اي حقوق وهم مغلوبون على امرهم. وللاسف ان مصير هؤلاء اقترن بلجان برلمانيه وتم تخصيص ملايين الدولارات لدعمهم، فقامت تلك اللجان تغيب الاموال، وبقدره قادر ظهرت هذه الاموال بشكل شقق وفلل في عمان وفي لندن. هل تتوقعون دكتور اياد ان تكون المرحله القادمه مثل الوعود التي تطلق الان، وعود الاصلاح، وعود اعاده الحياه، اعاده التعمير، قد يطال هذا التعمير المدارس برايك، قد تعود الحياه التعليميه الى مسارها من جديد؟ العزيز، لا يعني لا امل ولا بصيص امل في هذا الكلام اطلاقا، لان هنالك اخفاق في المسيره السياسيه، وتعرف عصب الحياه هو التعليم والتربيه والتعليم، وان هنالك من يدير البلاد ليس له اي خبره في اداره البلاد او كيفيه توزيع المناصب على الاداريين. هنالك وزاره التربيه بالذات ويعني خضعت الى المحاصصه الطائفيه، وهذه هي الكارثه الكبرى اللي وقع في العراق واثر على تطور البلاد وتقدم البلد، وكذلك يعني هذه العمليه ستساهم في تاخير العراق مو قرن، أكثر من قرن. فالمناهج كرست للطائفة، وظهرت رافر الجامعات الهزيلة والغير رصينة علميا، هنالك أسماء دينية محترمة، تم استغلال الأبنية المدرسية لدعم الأحزاب، هذه الأحزاب العميلة التي جاءت لنا من إيران، وكل هذا هو يعني لتدمير العراق. أما هذه الوعود وهذا ما نسمعه من هذه الحكومات ومن هذه الإداريين الفاشلين، لا أعتقد له بصيص أمل. الدكتور اياد الصقر الاكاديمي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.